الو، تفضل. ألو، كيف حالك يا شيخ؟ والله بخير الحين، الحمد لله. والله أريد أن أسألك سؤال، لماذا رفض قرآن الإمام علي؟ لماذا ايه؟ رفض مصحف الإمام علي، مين اللي رفض؟ رفضه عثمان، وبعد ما رفضوه؟ قال الإمام علي سأتركه إلى أن يخرج المهدي. ايوه، وبعد ما هو مع المهدي احنا مالنا بقى؟ يعني احنا ذنبنا ايه؟ فقط تكلمت في هذه، أريد استفسار على هذه المسألة لا حضرتك، إضافة معلش، إلى يعني أن عندكم حضرتك روايات في انت تحريف القرآن. واحدة واحدة بس، واحدة واحدة. هل انت وجدت في كتب اهل نعم، السنة والجماعة كلها رواية واحدة تقول ان علي بن ابي طالب مصحف وعرضه على الصحابة فالصحابة رفضوه؟ لا، طب ومن حضرتك جبت الكلام ده منين؟ أليست عندكم روايات يا بتحريف القرآن؟ باشا سيبك انت، بتبص يعني خليك انسان فيك دماغ، فيك دماغ. انت الان تكلمت في مسألة واحدة الا وهي رفض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الذي اتى به عليه في المصحف. يبقى خلينا في المسألة ديت، ما تقوليش بقى انتوا عندكم أحاديث تقول بالتحريف، هو أنا كلمتك في مسألة التحريف؟ دي نقطة. أوكي، سأشرح لك حضرتك أنت المسألة، معلش، فقط أجبني على واحدة مسألة في هذا سؤالنا بس، التخصص. سؤالنا. سألتك سؤال، نعم، قلت لك هل في كتب أهل السنة والجماعة روايات تقول أن علي عرض المصحف على الصحابة والصحابة رفضوه؟ قلت لي لا. يبقى اذا حضرتك تؤمن بالروايات انتظر انتظر. الرافضيه، الروايات الرافضيه صح؟ التي تقول نعم، ان علي بن ابي طالب عرض القران على الصحابه فرفضوه. تمام؟ تمام ولا مش تمام؟ قفل الخط. ما هو ده المغربي المتشيع اللي دماغه لاسعه. سبحان الله، الواحد يتشيع من هنا ودماغه تلسع من هنا بجد، يعني واحد يتشيع من هنا ودماغه تفوت من هنا. يعني انا عايز بس الشيعة يتخيلوا كده، يتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن بين اظهر كفار قريش، فكفار قريش رفضوا النبوة ورفضوا الرسالة، راح النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه بقى عشان ينتقم من كفار قريش؟ قام جاي مخبي القران مع المهدي مثلا، وحرم بقيه المسلمين من القران. ده يعقل؟ ده يدخل دماغ؟ طب احنا مالنا؟ يعني هو حتى لو الصحابه رفضوه مثلا وده كذب طبعا، طب احنا مالنا؟ الجيل بتاعنا مالنا؟ الجيل اللي بعد الصحابه مالهم؟ مالنا احنا؟ احنا انا نفسي افهم. حاجة غريبة، الناس دي بتتكلم وخلاص، الناس دي بتتكلم وخلاص. لا، والإمام إيه؟ الإمام المعصوم اللي جاي يحفظ لنا القرآن وجاي يحفظ لنا السنة عرض القرآن والسنة على الصحابة فرفضوها. أما قال لهم والله ما نعطيكم قرآن ولا سنة، ولا أنتوا ولا غيركم. ده في أي دين ده؟ يعني ولا انتوا ولا غيركم.